مشاهدينا أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة وحوار اليوم. بدأت منذ بداية شهر مارس الجاري العديد من الفعاليات والأنشطة النسوية في جميع أنحاء العالم تقديرا للدور الحيوي والمهم للمرأة في الحياة، حيث يرتبط عادة شهر مارس في العالم بالمرأة. يصادف يوم 8 مارس الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وأيضا 16 مارس هو يوم المرأة المصرية، هذا إلى جانب احتفال مصر في 21 مارس بعيد الأم. وحددت هيئة الأمم المتحدة شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام 2023 كسر التحيز، لدعم فكرة أن يكون العالم خاليا من التحيز وجميع الصور النمطية والتمييز، ويدعو إلى مساواة المرأة بالرجل ويجعل ذلك واجبا فرديا كما هو واجب جماعي. وتأتي احتفالات شهر المرأة هذا العام والمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، إيمانا منه بأن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوق المرأة هي عناصر تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل من دون حماية حقوق المرأة وتمكينها. حول العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة المصرية في شهر المرأة العالمي يدور حوارنا اليوم مع ضيفتي الكريمة في الاستوديو الأستاذة هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأة بمركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية. أستاذة هبة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة فاطمة. أهلا بحضرتك ومشاهدينا، نلتقي بعد هذا التقرير. تسع سنوات من العصر الذهبي للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحققت الأحلام المستحيلة، ونالت المرأة المصرية أفضل فرص التمكين بمختلف المجالات. فلأول مرة في التاريخ تم تعيين امرأة مستشار الرئيس للأمن القومي ومساعد أول رئيس الوزراء، كما تمكنت المرأة من الوصول إلى منصب نائب المحافظ، كما حصلت المرأة على أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية. ومن الإنجازات التاريخية غير المسبوقة قرار الرئيس السيسي بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، ووصلت المرأة لأول مرة في التاريخ المصري إلى منصة الحكم في القضاء. وقد حرصت الدولة على تمكين المرأة في الحياة السياسية، ودخلت السيدات الحياة النيابية، فقد دخل نحو 164 نائبة تحت قبة البرلمان المصري. كما حصلت المرأة في عصرها الذهبي على العديد من المكتسبات التشريعية، حيث حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، وتضمن الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة. كما دعا الرئيس السيسي الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات الدولة كافة والمجتمع إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية بأن يكون عادلا ومتزنا ينصف المرأة. ولأول مرة في التاريخ المصري تم تخصيص عام 2017 بأن يكون عاما للمرأة المصرية، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة، ذلك تقديرا وتشجيعا لها. وانفردت مصر بأن تكون من أولى الدول لإطلاق استراتيجيات المرأة كاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030. مكتسبات تستحقها المرأة المصرية فهي عماد الأمة وأساس تنمية وتقدم المجتمع. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، واجدد الترحيب بضيفتي في الاستوديو استاذه هبه عبد العزيز، مدير وحده المراه بمركز الوحده للدراسات الاستراتيجيه. استاذه هبه اهلا بحضرتك مره ثانيه. ويمكن زي ما تابعنا في التقرير، شهر مارس طبعا هو شهر المراه بامتياز، وحابين نلقي الضوء على اهم المكتسبات اللي حصلت عليها المراه المصريه، زي ما بنقول بتعيش عصرها الذهبي حاليا طبعا في ظل يعني نوع من انواع التمكين السياسي في المقام الاول للمراه المصريه على كافة الأصعدة. لو نبدأ عن أهم المكتسبات اللي حصلت عليها المرأة المصرية. طيب الحقيقة هو السؤال يبدو أنه هو بسيط، لكن السؤال تفاصيله يعني كتير جدا جدا، لأن يمكن زي ما تفضلت يا أستاذة فاطمة وقلت في البداية أنه إحنا فعلا بنعيش عصرنا الذهبي كنساء مصريات، يعني تحديدا لأنه يمكن من حوالي 8 سنين تقريبا أو 9 سنوات
الدولة المصرية أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. الاستراتيجية دي الحقيقة يعني شغالة على 3 محاور: المحور السياسي، التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والثقافي أيضا. أنا ليه حبيت أبتدي كلامي بالاستراتيجية؟ لأنه يمكن قبل ال9 سنين دول أو قبل إصدار الاستراتيجية دي كنا بنحقق نجاحات، ولكن هذه النجاحات يعني مرهونة شوية بالصدفة، يعني ممكن نحن نقدر نكمل أو ما نكملش لأنه مش تابعة لاستراتيجية وفي تقييم وفي مراجعة باستمرار بالضبط. لكن أنا دلوقتي بقى عندي آلية، ويمكن علشان كده إحنا قدرنا إن إحنا نحقق الإنجازات دي خلال الفترة اللي فاتت. يعني قبل الاستراتيجية يمكن الموضوع كان مرهون بمين هيقعد على الكرسي، مين صاحب القرار، ممكن بعد ما يتغير المسؤول أو المسؤولة ممكن كل الحاجات اللي تمت أو كل الإنجازات أو حتى كل الأحلام والطموحات اللي كان بيفكر فيها المسؤول أو المسؤولة خلاص بتتبخر، يعني لأنه بيجي مسؤول جديد ممكن مش متحمس لنفس الأفكار. لكن فكرة أن احنا يكون عندنا استراتيجية بيتم تنفيذها ضمن آليات معينة وآليات أيضا للتقييم باستمرار وللمراجعة وآليات مرنة كمان جدا، شفنا الحقيقة أن احنا حققنا إنجازات. طيب هرجع لسؤالك بقى، أنه يمكن لو هنمر سريعا كده على الإنجازات اللي تم تحقيقها، لو أخذنا محور مثلا هناخد المحور السياسي الحقيقة تم يعني إنجازات كثيرة جدا وكبيرة جدا فيه، يمكن كان أهمها وصول المرأة حاليا لما يعني يتعدى نسبة 25%، وإحنا كنا بنطمح لتمثيل 25% بس في البرلمان. أنا حابة لي أقول النسبة دي وأقارن يعني بالدورة اللي قبله على طول كانت حوالي 15% تقريبا. الدورة بقى اللي قبلها يعني قبل مجيء السيد الرئيس الحقيقة عبد الفتاح السيسي، ويعني وهو الداعم الأكبر للمرأة يعني فعلا خلال السنوات اللي فاتت، كانت نسبة تمثيل المرأة حوالي 2% تقريبا. فلكي أن تتخيلي 2% بعدها 15%، إحنا النهاردة وصلنا لأكثر من 25%، ويمكن هي دي النسبة يعني الدولية المتعارف عليها يعني في حقوق الإنسان وما يخص حقوق المرأة أيضا. كمان عندنا في مجلس الشيوخ أعتقد إن إحنا وصلنا لنسبة برضو 10% تقريبا يعني في الدورة اللي فاتت، وده برضو إنجاز يعني غير مسبوق لما يتحقق من قبل. وبرضو خليني أشير كده إلى إنه ده راجع طبعا بفضل دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا للتشريعات إنه اتحط نسبة كوتا للمرأة، وبدون التشريع ده تحديدا ما أعتقدش إن إحنا كنا هنقدر نوصل الحقيقة للنسبة دي، كان هيبقى صعب لأنه إحنا عندنا يعني أمور كثيرة جدا تتعلق يعني بالحياة الاجتماعية والثقافية خاصة بترشيح المرأة للانتخابات. فدون يعني تطبيق تشريع زي ال 25% كوتا 25% وكان معترض عليه يمكن الكثير جدا، لكن ده الحقيقه يعني بشوف انه التقاليد المصريه كانت هتبقى عائق شويه، او النظره الاجتماعيه للمراه في العمل السياسي بشكل اكيد. وهو بشكل عام يعني في في في, في حقوق المراه او العمل النسوي انه الكوتا مش شيء يعني شيء جميل ان احنا نعمله، ولكن بشكل مرحلي او احنا محتاجينه لغايه لما ممكن نوصل لمرحله على المستوى الاجتماعي والثقافي يقدر ان هو خلاص بنساوي المراه بالرجل فتقدر ان هي تترشح. يعني كمان ان المراه لما تثبت وجودها، يعني وجودها في البرلمان هنا مش مجرد انها كوتا وبتمثل المراه وبس، لا اكيد نشاطها داخل او تحت قبه البرلمان، ارائها، الطروحات اللي بتقدمها فيما يخص طبعا المكتسبات المراه والمجتمع بشكل عام، كل هذه الانجازات اللي بتحققها على ارض الواقع اكيد هتدي ايمج عنها او بتدي صفه عن المراه انها لها دور فاعل. بالظبط، لها دور فاعل. صح، اتفق معاكي تماما، لانه احنا فعلا بنبص للكيف مش للكم. احنا عايزين يعني بس في البدايه الكم يعني شيء مهم جدا طبعا. والدعم بقى سواء من الناحيه التشريعيه او الناحيه القانونيه ووجودها لحين يعني تغير بعض المفاهيم الاجتماعيه والثقافيه اللي هي بعد كده هتعمل دعم او يعني يعني دعم للمراه في قصه ترشحها. لكن فكره الكيف او اللي هي الكواليتي يعني بالعربي النوعية النساء اللي موجودين دي مهمة جدا جدا، لأنه ده بيترتب عليه بقى أنه هي لغاية فين فاهمة إيه المشاكل اللي بتعاني منها النساء الأخريات، هي لغاية فين فاهمة فكرة الوطنية، هي لغاية فين خبرتها وكفائتها، دي مهمة جدا جدا. ويمكن الحقيقة خلال يمكن الدورة اللي فاتت من البرلمان احنا شفنا عدد كبير من القوانين ومشاريع القوانين اللي كانت يعني نادت بها عدد من السيدات، والحقيقة الحمد لله انه تم تطبيقها، سواء بقى اللي خاصة بالعنف ضد المرأة، سواء اللي خاصة بالمواريث. يمكن المواريث بتخص النساء والرجال، ولكن المتضرر الأكبر منها في النجوع والقرى تحديدا كانت النساء، فهم اللي بتدفع. حابة أقف جدا جدا عند فكرة القوانين والتشريعات اللي ساهمت المرأة في خروجها للنور، ولكن خلينا
نكمل الانجازات ونرجع تاني نفرد مساحه اكبر للكلام عن القوانين. تمام. يا طيب ده يمكن من الناحيه السياسيه احنا اتكلمنا سريعا عن التمكين في البرلمان ومجلس الشيوخ. لو هنمر برضو على التمكين الحقيقه الاجتماعي مثلا، فهنلاقي انه الحقيقه الدوله المصريه عملت مشروع يعني غير مسبوق، وهو حياه كريمه. حياه كريمه الحقيقه يعني من المقترح او من المفترض ان هو بيخدم ما يقرب من 57 يعني مليون مواطن. 57 مليون مواطن طبعا لو يعني هنقول بالكم كده نصفهم من النساء، ولكن احنا عارفين انه يعني النساء هم نصف المجتمع، ولكن هن ايضا المسؤوليات عن يعني تخريج النصف الاخر، فهي اللي بتبقى زي ما بنقول ايه كده عمود الاسره. فكل ما كنا بنوفر لها حياه كريمه من ناحيه منزل كريم، تعليم، صحه، المشاريع الاساسيه اللي هي المشاريع القوميه اللي بتوصل صرف صحي، بتوصل مياه نظيفه، الحاجات دي كلها بتخليها يعني كل ما كانت مرتاحه كل ما كانت ام صالحه وهتكون طبعا اسهاماتها في المجتمع افضل. اكيد. وطبعا الحياه كريمه موجه للنساء يعني الفقراء والاكثر فقرا، فطبعا ده شيء مهم جدا جدا، لانه الفئات دي الحقيقه للاسف الشديد كانت مهمله، يمكن على مستوى يعني ممكن كان بياخدوا دعم مادي، ولكن الدعم بقى المعنوي او الدعم الاجتماعي في قصه التعليم في قصه الصحه الحقيقه كان بعيد جدا. والحقيقه استاذه هبه انه حتى في فكره الفئات الفقيره جدا او في المجتمعات الريفيه كمان المراه بتكون هي العنصر المضحي، يعني العنصر الاكثر تضحيه دائما وابدا. بتشتغل في البيت، بتشتغل في المزارع في الغيطان، يعني بتشتغل في الزراعه مع جوزها في الحقل وبتشتغل في البيت، بتربي الولاد، فقد كده الست دي بتبقى مطحونه قوي، يعني قد كده هي فعلا في امس الحاجه لمسانده الدوله، وكان فعلا مشروع حياه كريمه قد ايه كان مهم في المرحله دي. اتفق معاكي جدا يا استاذه فاطمه، لانه فعلا يعني هي شوفي كل المعاناه اللي حضرتك بتحكيها دي، وهي كمان مسؤوله قدام المجتمع ان هي تخرج جيل واعي فاهم على كل المستويات. فلك أن تتخيلي أنه هي من النواحي الصحية عندها مشاكل، من النواحي التوعوية عندها مشاكل، من الناحية التعليمية عندها مشاكل، فهي إزاي هتكون قادرة أن هي تكون رغم أن هي بتعمل ده كله بالفطرة زي ما كنت حضرتك بتتكلمي. يعني احنا بجد عندنا وبدون تحيز، يمكن احنا النهارده بنتكلم عن المرأة ولكن بدون تحيز على مستوى العالم المرأة المصرية ما يضيع حد في العطاء وفي التضحية وبالفطرة. يعني حتى كان في مشهد وكتير بيقفوا عنده هو فكرة وجودها في الانتخابات. احنا كنا بنلاقي انه في الصفوف 80% نساء و20% من الرجال في الانتخابات الرئاسية او انتخابات البرلمانية، كنا دايما رغم انه ممكن تتكلمي معاهم ما عندهمش الوعي الكافي، مش فاهمين هم نازلين يعملوا ايه بالظبط، بس في بالفطره كده هي فاهمه يعني ايه وطنيه من غير ما ممكن ما يعني من غير ما تكون مستوعبه الموضوع مستوعبه بشكل اكاديمي مثلا. ممكن كنت تلاقي نساء يعني كبيرات جدا في السن وممكن نازلين على كراسي بعجل وبتلاقيهم موجودين في الصفوف. فالحقيقه حقيقة. المراه المصريه يعني فعلا سباقة جدا، ما بالك بقى لو احنا فعلا وفرنا لها الرعايه الصحيه، وفرنا لها تعليم جيد، كل ما استثمرنا فيها بشكل جيد كل ما هي كانت عنصر مهم جدا وهتساهم بشكل جيد جدا في التنمية. طيب على المستوى، أنا مش عايزة بقى كمان أمر في التنمية الاجتماعية أو الثقافية أو التمكين ده من غير ما أمر على الجزء الحقيقة اللي يعني ساهمت فيه الدولة بشكل يعني كبير جدا، وهو الرعاية الصحية. يعني كان فيه عندنا الحقيقة أكتر من مبادرات عديدة مهمة جدا، 100 مليون صحة لصحة المرأة المصرية اللي هي كانت بتعالج أكتر أو بتهتم بالأمراض المستعصية أو الأمراض اللي هي اللي بقالها فترة طويلة زي أمراض الضغط، أمراض السكر المزمنة بالظبط. والحقيقة دي كانت مهمة جدا وكلها بالمجان. كان في كمان 100 مليون صحة لسرطان الثدي، والحقيقة المبادرة دي كانت الكشف المبكر بالظبط، الكشف المبكر، ويمكن ده الحقيقة في المرحلة الأولى والثانية والثالثة يعني عمل حالة كده من الوعي، لأنه كانت نساء كتير مش فاهمة اصلا الموضوع ويعني متخوفات حتى ان هم يروحوا ان هم يكشفوا. فكان مهم قوي ان الحملات توصل لحد عندهم لحد القرى والنجوع كمان، وكان في الحقيقه قوافل طبيه شيء مشرف قوي ان الدوله تقوم بالدور ده في التوقيت ده. ولا ويعني خليني برضو لان لغه الارقام يعني تبدو ان هي يعني لغه يعني ثقيله الظل شويه الا ان هي لغه حقيقيه. احنا وصلنا في المبادره اللي بنتكلم عليها الخاصه بسرطان الثدي لحوالي ما يقرب من 23 مليون امرأة.
فيعني الحقيقه شايفه انه ده يعني شيء ممتاز جدا، وان احنا نقدر نوصل لهم زي ما كنت حضرتك بتقولي، يعني هي مش بس في المدينه ولكن انا بقدر اوصل لها في القريه وفي النجوع. في حاجه كمان متعلقه شويه بالثقافه، انه كمان تقنعيها ان هي تنزل تعمل الكشف ده. على فكره دي كان فيها مجهود كمان الحقيقه بذلته عدد من الجمعيات والمؤسسات الاهليه، ان هي اصلا تقدر تقنع النساء ان هم ينزلوا ويعملوا الاشعاعات اللي خاصه بالفحوصات الطبيه وكان عندنا كمان المبادرات، يعني احنا كده اتكلمنا يمكن في المبادرات الصحيه، اتكلمنا كمان يمكن برضو وزاره التضامن الاجتماعي، الحقيقه كان في تكافل برنامج زي تكافل وكرامه، العديد يعني من البرامج بتستفيد منه طبعا كل الفئات المجتمعيه ومن ضمنها المراه المعيله بقى كمان يمكن بالتحديد. دي كان يعني احنا عندنا نسبه المراه المعيله تبلغ حوالي 33%، فالحقيقه استفادت من البرنامج ده بشكل كبير جدا. تعيين المراه في منصب القضاء قد ايه كان نقله نوعيه بالنسبه للمراه وعملها في المجتمع؟ الحقيقه هو شيء مهم جدا ومشرف جدا بجد، ويعني احنا كنساء مصريات يعني فخورات جدا ان احنا وصلنا لانه يكون في عندنا احنا اعتقد 192 تقريبا قضيه او 194 يعني لو مش خاينيني الذاكره. يمكن ده يعني ما تمش الا عبر رحله طويله جدا من الكفاح النسائي خلال الفتره اللي فاتت، وتم تدوين والحمد لله يمكن السنه اللي فاتت في شهر اكتوبر تقريبا او تحديدا يعني بتعيين العدد يمكن اللي انا ذكرته يمكن يقل قليلا او يزيد يعني قليلا. لكن فكره ان احنا يبقى عندنا قضيه النهارده دي برده كانت من الحاجات اللي شويه متعلقه بالثقافه او السياق العام الثقافي والاجتماعي، انه كان في حاله استنكار والديني كمان، كان في يعني شبه حاله استنكار زي الست تبقى قضيه تبقى قاعده في المحكمه وهي اللي بتحكم في القضايا بالظبط. وكانوا بيستندوا للاسف الشديد يعني لبعض الاراء الدينيه المغلوطه يعني أكيد. تماما التي ليس لها اي اساس من الصحه. او زي ما كنت لسه حضرتك بتقولي يعني انه حتى في الانتخابات يعني لو ست نازله الانتخابات ورجل نازل هتلاقي ان الراجل هياخد دعم اكتر بكتير، وانه المراه لا يعني مش واثقين ان هي ممكن ان هي تقدر تخدم الدايره بتاعتها او المجتمع بتاعها. فنفس القصه بالنسبه للقضيات، فعشان كده بقول لك يمكن انا بدات الاجابه على الجزئيه دي بانه فعلا يعني مصدر فخر. انا بحس انه يعني فخوره جدا ان انا يعني ان انا كمصريه لو انا بره وبتكلم مع يعني النساء من جنسيات اخرى انه احنا عندنا حاليا قضيه وعندنا اكتر كمان من قضيه. والجميل يمكن في الامر كمان يا استاذه فاطمه انه الحكايه دي ما حصلتش ما بين يوم وليله، او هم طلعوا زي ما بيقولوا من الدار للنار كده. ده يعني تقريبا اخذوا 9 شهور من التدريب المكثف علشان تقدر ان هي تكون يعني كفاءه ان هي على المستوى المطلوب والمستوى بالظبط المطلوب، وتقدر كمان انه هي لانه يعني على قد ما ده تشريف على قد ما هو كمان تكليف كبير ليها، لانه منتظر بقى منها يعني هو ده اللي انا عايز اسال عنه. يعني خلاص خدنا التمكين وخدنا الدور، ايه بقى الانجازات اللي حققتها المراه يعني على ارض الواقع بعد هذا التمكين؟ ايه الدور اللي قامت بيه، الدور الايجابي اللي قامت بيه فيما يصب طبعا خدمه المجتمع في المقام الاول وخدمه المراه ايضا في نفس المقام؟ على فكره مش هقدر اقول المقام الثاني، لان فعلا المراه المصريه يعني جديره بانها تحظى بهذا الاهتمام. اكيد طبعا يعني وثيق ان احنا بنتكلم كمان انه يعني ممكن ما تتوفر لهاش ابدا الامكانيات، لكن هي بتقدر تكون منجزه، ويعني شفنا ده على كل المستويات من يمكن من اول تاريخها من بدايه من جدتنا حتشبسوت يعني من ايام الفراعنه. لا الحقيقه في انجازات كتير. لو برضه هنبتدي على المستوى السياسي، يعني لاول مره بنلاقي انه كان عندنا الحقبه الوزاريه اللي فاتت، ودي كمان عندنا 8 وزيرات، يعني 8 وزيرات ومش في الوزارات اللي كنا معتادين انه الشؤون الاجتماعيه الحاجات اللي هي بس لا احنا حتى شفنا ان مستشار الامن القومي للرئيس السيسي يعني امراه الحقيقه. الوزارات زي وزاره الهجره، وزاره السياحه، الاستثمار، الثقافه وزارات هامه جدا جدا الحقيقه، وزاره التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والاستثمار بالظبط والاستثمار. يعني شفنا لاول مره سيده تتقلد منصب محافظ، وهي السيده ناديه عبده جاءت محافظه لمحافظه البحيره اعتقد في 2017 تقريبا، يعني لو مش خاناني الذاكره برضو ده شيء يعني الحقيقه شيء مصدر فخر بجد. والحقيقه يعني محافظه كمان يمكن زي محافظه البحيره، محافظه معروفه وهي يعني على مساحه كبيره مش محافظه صغيره، مشاكلها كتيره جدا، فانه يعني تيجي سيده وانه هي تقدر الحقيقه وحققت انجازات الحقيقه، يعني حققت انجازات كويسه جدا. بس خلينا برضو يعني نحط المواضيع في سياقها. احنا عندنا الحقيقه تركه ثقيله جدا وتحديات كبيره جدا جدا، ويمكن يعني زادت اكتر على مصر من بعد 2011، ويمكن زادت كمان اكتر من بعد يعني اللي يمكن
يمكن الحرب الأوكرانية و بسبب الضغوط الاقتصادية الجديدة اللي علينا. بالضبط، وكمان جائحة كورونا، فكل التحديات دي سواء الداخلي أو الخارجي منها كمان يعني ده عرقل برضه من مسيرة تقدم المرأة. يعني يمكن لو الدنيا كانت ماشية يعني زي ما كنا متوقعين ممكن كنا بقينا في مكان تاني، لكن الحمد لله برضه لما بنرجع كده فلاش باك أو بنبص لورا، لا احنا الحمد لله يعني حققنا فعلا إنجازات غير مسبوقة. يعني يمكن أكتر حاجتين يمكن كنا لسه بنتكلم عليهم، وصول المرأة للمناصب القيادية أو إن هي تكون قاضية، دي ما كناش أبدا، دي أول مرة تحصل في تاريخ المرأة المصرية. الحاجة الثانية فكرة إن هي تتقلد منصب محافظ، يعني ده باستثناء بقى الحاجات اللي إحنا اتكلمنا عنها صحيح على المستوى السياسي. ولسه مستنيين الحقيقة إنجازات من المرأة، إحنا لسه في أول الطريق والتمكين في بدايته، أكيد بعد كده هيبقى فيه مزيد من الإنجازات. طب نخرج من الحيز السياسي وندخل للحيز الاجتماعي وندور على إزاي استفادت المرأة المصرية أيا كانت وضعها، ست بسيطة فلاحة أو ست موظفة في المدينة، إزاي استفادت في ظل هذا التمكين أو في ظل هذا الدعم من الدولة سواء من المجلس القومي للمرأة أو من الجمعيات والمنظمات المصرية المعنية بحماية المرأة، في وقت الست كانت فيه بتتعرض لدور العائل للأسرة، المرأة المعيلة ممكن تكون متجوزة ولكن هي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف على البيت، ممكن بتكون بتتعرض لعنف أسري سواء من الزوج أو من الأب أو من الأخ يعني داخل الأسرة، بتتعرض أيضا لحرمان من الميراث في كثير من الأحيان وفي كثير من المجتمعات في الريف في القرية في المدينة. يعني في ظل كل هذه التحديات والظروف والضغوط على المرأة المصرية بنلاقيها ست قادرة بتقف على رجليها، ولكن أين دور الدولة؟ نلقي بقى مزيد من الضوء على الدور اللي بتقوم به الدولة علشان تخلي الست دي تقف على رجليها وتعرف تشتغل وتعرف تقوم بدورها. طيب هو سؤال برضو الحقيقة مهم جدا جدا، والسؤال يعني في محاور كتير ممكن نتكلم عنها. خليني أبتدي مثلا بالمحور التشريعي لأنه محور مهم جدا. خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة صدرت بعض التشريعات أو القوانين اللي هي يعني جديدة تماما وبتدعم حقوق المرأة، وبعض القوانين التانية اللي تم تغليظ العقوبة فيها. لو كلمنا عن العنف، العنف ضد المرأة مثلا ده من القوانين الحقيقة اللي يعني شايفة انه تم تفعيلها بشكل جيد، لان احنا برضو عندنا استاذة فاطمة مشكلة الحقيقة يعني مشكلة كبيرة جدا، وهي فكرة انه احنا مش محتاجين لقوانين بقد ما احنا محتاجين لآلية لتنفيذ هذه القوانين. يعني قانون العنف ضد المرأة يعني كان موجود من قبل كده ولكن تم تغليظ العقوبة، وايضا كمان تم فكرة تجديد يعني التنفيذ بقى الفكرة يعني على مراقبة التنفيذ لتنفيذ القانون او انفاذ القانون. طبعا من ضمن اهم المعوقات يعني مش حتى الجهات التنفيذية ولكن المرأة ذات نفسها. يعني احنا عندنا في يمكن لو بنت مثلا تعرضت للتحرش، هتلاقي لو 10 بنات تعرضوا للتحرش كم بنت منهم تفتكر ان هي عندها الجرأة انها تقول او تعمل تقول محضر في البوليس، ولو حتى هي عندها الجرأة ممكن تلاقي يعني انه اهلها بيمنعوها من ده طبعا لاسباب يعني مجتمعية وثقافية. ما هو ده اللي احنا هنتكلم فيه، بدأت تتغير، ولكن طبعا علشان تتغير زي ما كنا لسه بنتكلم احنا عندنا تحديات كبيرة، تركة ثقيلة جدا جدا من سنوات ساهم فيها للأسف الشديد يعني المؤسسة الدينية، المؤسسة الإعلامية، عدد من المؤسسات، حتى مؤسسات الجمعيات الأهلية وبعض مؤسسات العمل الأهلي والميداني مش قايمين بالدور الكافي الحقيقة لنشر الوعي في الجزئية دي. الدنيا بدأت تتغير وتختلف. يمكن صراحة شايفة انه مثلا حاجة زي مباحث الانترنت دي ساهمت بشكل كبير جدا في الموضوع، والحقيقة يعني المسؤولين فيها مشكورين جدا يعني في السرعة حتى في اتخاذ الإجراءات في الجرائم الخاصة بالتشهير او التهديد والابتزاز والعنف. طبعا العنف الالكتروني العنف الالكتروني والتحرش من اكثر الجرائم الحقيقة اللي انتشرت خلال الفترة اللي فاتت. صحيح. ولانه يعني بيستضعفوا يمكن المرأة او يمكن الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هي مش هتقدر تقول، مش هتقدر تتكلم، هتخاف. فالحقيقة انا شايفة انه لا يعني مباحث الانترنت والتوعية بدأت تزيد شوية في الجزئية دي. وحاجة تانية الحقيقة مهمة جدا كمان يمكن وسائل السوشيال ميديا اللي احنا دايما بنتكلم عنها بشكل سلبي، لا هنا قد الدور بشكل إيجابي، لأنه هي حتى فكرة فتح المتحرش يعني بصورته بالتصوير. ويمكن احنا شفنا عدد من الحقيقة القضايا اللي كانت خلال الفترة اللي فاتت، يعني كان في بنت صورت متحرش كان في المترو أكتر من وده على فكرة ليه دور رادع. يعني إنك أي حد بيكون عنده نوايا سيئة لما بيشوف إنه في رد فعل إيجابي ممكن طبعا يتعرض، ممكن يتعرض لفضيحة، هو هنا على طول بيرتجع. بالظبط كده. ويمكن خاصة لو كان احنا الحقيقة للأسف كنا بنشوف شخصيات ممكن تكون على مستوى معين من التعليم والعمل ولكن كله بيقع في نفس الفخ للأسف. بالظبط للأسف الشديد فعلا. علشان كده كمان بس انا يعني هعدي على النقطة دي لان دي نقطة مهمة وشايفة ان الإعلام بقى ليه دور مهم فيها. صحيح. بس مش عايزة يعني اسيب الجزء اللي كنا بنتكلم فيه كمان من غير ما يعني
الحقيقه يعني نرسل كل الجد التحيه والتقدير والاحترام بقى للشرطيات المصريات، لانه ادوا دور مهم جدا فيما يخص التحرش. يعني لو تفتكري كده نرجع بالذاكره شويه في العيد، في العيد لسه كنت هقول لك في الاعياد تحديدا شم النسيم، العيد الكبير، العيد الصغير، كنا بنشوف الحقيقه في الشوارع يعني لا تخلو مناسبه من وجود جريمه ان لم يكن اكثر للتحرش. الحقيقه ان الشرطه النسائيه ادت دور هام جدا وبمنتهى الحزم ورادع، وان هي حمت الفتيات، وانا يعني يمكن الحقيقه كنت بشوفهم يعني سواء على في الميديا في الفيديوهات او حتى يعني التقيت ببعضهم في التعامل مع المتحرش، يعني تحسي بجد ست او بنت واقفه ب 100 راجل قوية يعني وقتها جدا يعني متدربه صراحه تدريب هايل جدا ورائع جدا. وكمان حابه برضو يعني الشيء يذكر بقى بالشيء، يعني عشان عطفا على اللي كنا بنقوله، الحقيقه احنا لاول مره بتشارك فرقه نسائيه الشهر اللي فات في الامم المتحده، فرقه كامله من الشرطه النسائيه في الامم المتحده في افريقيا، فيعني على تدريب عالي جدا على مستوى عالي جدا، فالحقيقه رفعوا راسنا يعني دي من ضمن برضو الانجازات اللي اتحققت. صحيح، وده برضو نوع من انواع التمكين طبعا، يعني ان الست تشتغل برضو في المجال الشرطي وتبقى قد كده فاعله وليها دور في المجتمع. حابه اتوقف برضو يا استاذه هبه الحقيقه الموضوع بتاع العنف المجتمعي، لانه على فكره مهم جدا برضو، وبيحرم المراه من الكثير من المكتسبات لانها بتكون بتشوف ان المجتمع بيقوم بدور مضاد ليها او عائق ليها. وهنا بتكلم عن ثقافة المجتمع في التعامل مع الست بشكل عام، انه يعني حتى لما بتحصل للاسف جريمة تحرش او ما شابهها يعني خصوبة، بتلاقي للاسف في حتى لو بتبصي على السوشيال ميديا بتلاقي في انفصال في المجتمع ما بين ان الست هي المسؤولة لان ما اعرفش لابسه يدافعوا إيه عن المتحرش او هو غصب عنه. وفي ناحية ثانية الحقيقة برضو انا بحيي الناس اللي بتاخد الدور ده، لانه هي الحقيقة دور ايجابي والعدد كبير مش قليل، لا بيدوا كل ذي حق حقه وفي حريه شخصيه وده مش مبرر ابدا للتحرش. مين المسؤول عن تغيير وتوجيه ثقافه المجتمع في هذا؟ طيب احنا الحقيقه عندنا يعني هو في ثلاث او اربع مؤسسات، في هنتكلم مثلا لو اتكلمنا عن المؤسسه التعليميه ده بالاساس، لكن المؤسسه التعليميه الفكره فيها ان هي استثمار طويل الاجل، هتبني النتيجه بعد 15 سنه تقريبا عشان اخرج جيل. طبعا مهم جدا 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 من البدايه، من بدايه البذره بالظبط، لانه المؤسسه التعليميه هي اللي هتخرج لي الرجل والمراه اللي هم هيكبروا بعد كده هيبقوا زوج وزوجه، اللي هم هيبقوا اب وام، فهم دول اللي بزرع فيهم من البدايه المفاهيم الصحيحه، فكره صوره المراه، فكره المساواه، فكره كل الكلام اللي احنا بنتكلم ازاي هتربي بنتك وهتعاملها زيها زي الولد بالظبط، مفيش فرق ما بينهم. بس ده استثمار طويل الاجل وده برده لازم نمشي فيه يعني، ونكون حاطين قواعد مش بس مجرد للمواد اللي هي الفيزياء والكيمياء والاحياء، ولكن احنا لازم ندخل مواد خاصه بالتواصل الاجتماعي، خاصه بالنفسيه والسيكولوجيه، يعني لازم يكون صحيح. في عندنا مواد خاصه بالامور دي. الحقيقه بقى شايفه ان في مؤسستين يعني بعد التعليم مهمين جدا ونتيجتهم هتكون اسرع يعني اسرع بكتير، وهي المؤسسه الحقيقه الاعلاميه والقوى الناعمه بقى سواء بقى يخص الدراما والسينما. لانه للاسف الشديد يعني يمكن واحنا بنتكلم الحقيقه بيتم عرض حاليا مسلسل او مسلسلين يعني الحقيقه فيهم يعني صوره مسيئه كده للمراه، يعني مش حابه ان انا اتكلم عنهم، ولكن الحقيقه يعني انا يعني بستغرب جدا انه ليه القائمين على الاعمال دي مصرين ان هم يظهروا صوره المراه. احنا مش بنقول لهم اظهروا صوره غير الصوره الحقيقيه، لكن هم ليه مثلا بيبعدوا عن النماذج الموجوده، يعني مثلا زي المراه المعيله 23 33%، ليه ما حدش بيتكلم عنها؟ للاسف دايما صوره نمطيه، يعني ده الملاحظ في الدراما، يا اما الست اللي مغلوبه على امرها قوي ومظلومه، الخائنه زوجها الخائنه، او الست المسترجله او اللي بتاخد او النكديه يعني مثلا. فعلا عندك حق، المفروض نقدم النماذج الايجابيه للتوعيه طبعا. لانه برضو خلينا برضو يعني علشان ما نكونش بس بننتقد، لا يعني مثلا رمضان اللي فات او اللي قبله تقريبا كان في لعبه نيوتن الحقيقه قدم يعني قضيه مهمه جدا، وهي فكره الاغتصاب الزوجي، يعني ما كانش حد بيتكلم عليها، لا هو فجرها وبدا فعلا رجال دين يطلعوا يتكلموا. كان جريء جدا الموضوع ده، الحقيقه كان جريء، كان ممتاز جدا. في مسلسل كمان اعتقد اللي هو اللي ملوش كبير كان بيتكلم عن فكره العنف بقى ضد المراه، وانه الاهل مش عاملين دعم لبنتهم يعني في موضوع ان هي تطلب الطلاق او حاجه زي كده، وده الحقيقه يعني اتقدم بطريقه فيها
فيها كوميديا شويه وفي نفس الوقت يعني طريقه قريبه يعني بشكل محبب لولاد البلد. بالظبط بشكل كان لطيف جدا. يمكن الناس بعد كده قعدت تعلق بقى على يعني على الكلام اللي كان موجود فيه والافيهات وكده، وده كان شيء لطيف جدا. بس هو في نفس الوقت بيقدم قضيه وهي العنف الاساسي اللي هو قضيه العنف ضد المراه، ولكن قدمها يعني بطريقه غير مباشره. وعلى فكره انا ليه بتكلم عن المؤسسه التعليميه المؤسسه الاعلاميه، انا مش بتكلم هنا بس عن الاعلام المباشر اللي هو احنا بنقدمه المقروء او المسموع او المكتوب بالظبط، ولكن القوى الناعمه، لانه الرساله الغير مباشره طبعا يعني بتاثر في الوجدان بشكل قوي جدا جدا، وكمان بتاثر في شريحه اكبر بكتير. يعني يمكن اللي بيتابعوا برامج او اخبار هتلاقي شريحه اقل من اللي بيتابع دراما او مسلسلات او كده. فشايفه الحقيقه انه ده شيء مهم جدا. الدراما لازم تشتغل على تغيير الصوره النمطيه وفكره بقى التوعيه. يعني انا النهارده لما باجي الحقيقه اظهر انه انا جايبه قصه لبنت اتعرضت للتحرش او للاغتصاب، او حتى بناقش قصه المواريث في المسلسل وبشوف ان هي كافحت وقدمت ده وقدرت ان هي يعني ترفع قضيه، قدرت ان هي توصل للقضاء وحتى بوعيها. يعني انا عايزه اقول لحضرتك برضو حاجه، انا كان من ضمن المسح اللي احنا ممكن بنعمله او يعني الاسئله اللي احنا بننزل بيها وبنعمل في الشارع مثلا استفتاء او بنشوف الدنيا عامله ازاي في المركز، انه في بعض النساء مش فاهمه ان اللي هي بتتعرض له ده عنف مثلا. يعني لما تيجي تكلميها تقولي لها انت يعني بتتعرضي للضرب او للاهانه اللفظيه، فتقول لك لا ما هو بيقدمني يعني جوزي مثلا او اخويا. هي شافت ده في بيتها وفي مجتمعها وعلى التلفزيون، شافت ده او شافت يعني امها بتتعرض لده او شافت انه هي ده المجتمع اللي هي عايشه فيه، ترسخ عندها هذه الصوره في اللاوعي عندها فبقت خلاص متقبلاه. لكن انت تتخيلي ان هي اصلا مش فاهمه ان هي بتتعرض له ده عنف. فطبعا برضو احنا محتاجين ان احنا نوضح ده. يعني وعلى فكرة ده مش نسبة صغيرة، يعني دي نسبة كبيرة موجودة برضو في القرى وفي النجوع وفي الفئات. والله يا أستاذة هبة على مستوى تعليمي وأكاديمي واجتماعي ممكن متصورة انه ده يعني نوع من انواع ان هو يعني حتى تقولك ده عادي بيزقيني ده لو عنفني. يعني لانه في العنف مش عنف بس جسدي يعني او ضرب، لكن في عنف لفظي، في حاجات كتيرة جدا، عنف الكتروني. في حتى بنات مش فاهمين انه لما حد بيدخل بيبعت لها يعني صور الحقيقه يعني صور سيئه او صور يعني مرفوضه ممكن على المستوى يعني الاجتماعي او المستوى الديني، او صور يعني ما يصحش ان هي تتبات. هي مفكره انه ده مش نوع من انواع العنف الالكتروني او التحرش الالكتروني، وان هي ده في قانون بينص انه هي لو بلغت السلطات ان هي ممكن تاخد حقها وانه ده ممكن يتسجن ويدفع غرامه كمان. ففكره التوعيه شايفه ان هي مهمه جدا عبر الوسائل الاعلاميه المباشره او حتى القوى الناعمه. الحقيقه المؤسسه كمان المهمه جدا بقى هي المؤسسه الدينيه، لانه المؤسسه الدينيه الحقيقه يعني احنا يمكن شعبنا السيكولوجيه بتاعته او المصريين معروفين ان هم فعلا شعب متدين بالفطره، وده يمكن من قبل حتى الاديان السماويه ما تنزل. فالدين بيأثر فيهم جدا جدا، ويمكن يعني حتى لما جت بعض الفئات اللي استخدمت الدين علشان تؤثر في تفكيرهم السياسي فقدروا ان هم ينجحوا في مراحل معينه للاسف الشديد، لانه يعني الشعب المصري كان قبل ما يكتشفهم بقى الشعب المصري ان هم بيحاولوا يستغلوا الدين لاستغلال تاني يعني خاص بالسياسه. فالحقيقه شايفه ان المؤسسه الدينيه مهمه جدا ان هي تتعامل بوعي، مهمه جدا انه هي كمان الحقيقه فكره التجديد، لانه الرئيس الحقيقه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن من اول ما تولى الحكم وهو بينادي بفكره تجديد الخطاب الديني. وحتى يعني شوفي احنا بنتكلم في تجديد الخطاب الديني في بعض الفئات وعلى ممكن مستوى يعني تعليمي او اكاديمي برضو يعني المفترض ان هو راقي، بتشوف انه لا يعني التجديد الديني ده احنا هنغير ديننا. هو الموضوع مش موضوع كده، ولكن تكون يعني فتاوى يعني متماشيه مع العصر اللي احنا ماشيين فيه. مش بنغير برضو احقاقا للحق يا استاذه هبه، بالفعل كان في فتوى قريبه جدا للازهر الشريف العام الماضي، الحقيقه لا يحضرني اسم الفتوى، ولكن هي خاصه بفكره انه لو حصل طلاق بين الزوج والزوجه او وفاه الزوج، لو كانت الزوجه بتساهم خلال الحياه الزوجيه بمبالغ سواء من ورثه او من شغلها في الحياه الزوجيه بمناصفه مع الزوج، فمن حقها عند الطلاق انها تحصل على نصف ثروته. الحقيقه انا يعني فدي كانت الحقيقه فتوى كانت في محلها جدا. فهنا في دوره، يعني الازهر فعلا بيقوم بدوره. هو ده اللي احنا بننادي بيه بقى، اللي هو فكره انه الناس متصوره مثلا لما نقول انه المراه تاخد نصف ثروه الرجل فيقول لك انتوا بتتكلموا في قانون امريكاني، انتوا بتتكلموا في قوانين اوروبيه. ده بالعكس في الشريعه الاسلاميه، بس كان غايب عن الناس. غايب عن الناس. ويمكن يعني الشيء يذكر برضو بالشيء، احنا كان قانون الخلع نفس الشيء، يعني برضو انه كان في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام لما زهرت ردي عليه حديقته. الله ردي عليه حديقته. احنا ده كان غايب عننا، وكانت بتاخد سنين طويله جدا في القضاء عشان هي تقدر تطلق يعني. صحيح. فالحقيقه شايفه انه لا يعني دور المؤسسة الدينية مهمة جدا جدا طبعا. في نشر الوعي الديني
بشكل عام، سواء يعني في الدين المسيحي او الدين الاسلامي. ويمكن برضو الحقيقه يعني الكنيسه والازهر كان ليهم دور كويس، يعني احنا برضو يعني بنقول الاشياء السلبيه ولكن في اشياء ايجابيه صحيح لابد ان احنا نسمينها. فبما اننا برضو بنتكلم عن المراه، فالحقيقه الازهر الشريف كان ليه دور هام جدا في تخريج عدد من الوعظات، والوعظات دول الحقيقه يعني اشتغلوا خلال السنوات اللي فاتت في القرى وفي النجوع، وليهم نشاط يعني ديني واجتماعي رائع جدا جدا وتثقيفي وتوعوي. ليه بقى؟ لانه يعني احنا لسه برضو مترسخ عندنا انه فكره انه انا يعني هروح اسال شيخ في ممكن بعض الامور الخاصه يعني النسائيه في شيء من التحرم، يعني هشعر ببعض الحرم. لكن فكره ان يكون في امراه انا اقدر اروح واتكلم معاها، ويمكن انا الحقيقه يعني ليا تجربه شخصيه ان انا يعني قابلت يعني بعض الوعظات وقعدت معاهم الحقيقه واتكلمت معاهم. يعني عايز اقول لك حاجه كده اللي هو زي ما بنقول بالبلدي حاجه يعني بجد يعني تشرح القلب، يعني حاجه منتهى الثقافه، منتهى الوسطيه بقى المصريه اللي هي بتاعتنا بدون اي تشدد. فكره كمان ان هم مدربات بشكل جيد جدا على الحوار، يعني الحوار ولغه الخطاب مع مين ما كان بقى، يعني تقدر تتكلم مع ست بسيطه جدا ربه منزل، تقدر تتكلم مع امراه يعني قياديه. فالحقيقه يعني نماذج رائعه جدا. الكنيسه كمان نفس القصه، عندها برضو دور الوعظ والارشاد. الحقيقه برضو يعني في بعض الراهبات اللي بيقدموا دور اجتماعي في منتهى الروعه ومنتهى الجمال، سواء على المستوى التوعوي ده او حتى على مستوى بقى تقديم الخدمه للايتام للاقتصاديا. يعني دور اجتماعي وبالاضافه للدور الديني، يعني حتى في اطار الدور الاجتماعي بقى بيتم برضو القاء الضوء من خلالهم على فكره تنظيم النسل وكل هذه الامور برضو مهمه. بالظبط، والكشف على المتزوجين، او مش الكشف بس التدريب مثلا. بالظبط، وتدريبهم كمان يعني لما يحصل مشكله، لانه احنا كنا لسه بنتكلم انه يعني المرأة طبعا هي يعني نصف المجتمع، ولكن هي المسؤولة عن تخريج النصف الآخر. فهي بمجرد ما بتتزوج خلاص هي بتكون أسرة، والأسرة دي بقى يعني في أمور كتيرة جدا وشركة كبيرة ما بينها وبين الرجل. وفكرة بقى أن احنا هنقعد نسمع للكلام اللي هو يعني الكلام اللي للأسف شديد يعني يعني بعيد تماما عن المبادئ بتاعتنا، وفكرة اللي هو التطرف قوي في الآراء والحاجات اللي احنا بنشوفها سواء على المستوى الديني أو الاجتماعي. هنلاقي انه يعني الأسرة دي اللي هي نواة المجتمع، الحقيقة الأسر دي هتتفكك وبالتالي المجتمع كله. بالظبط، وعشان كده يمكن نسب الطلاق عالية جدا. لكن فكرة ان احنا النهاردة بنبدأ ندي دروس، ما هي برضو لسه مش مؤهلة. فكرة ان انت بتعرفيها وبتعرفي كمان الرجل المقبل على الزواج، لو حصل مشكلة هتحلوها ازاي، بتلجأوا يعني للأهل الأول أو بعد كده لرجال الدين، حتى لا قدر الله بعد الشر يعني لما بنوصل لمحكمة الأسرة أو للمحاكم خلاص برضو بيبقى في قوانين هي عارفة أن القوانين دي برضو يعني هتديها حقوقها. فشايفة أن الأمور دي الحقيقة كلها أمور مهمة في فكرة شعورها بالأمان، لأنه المرأة طول ما هي شعرة بالأمان وهو ده العنصر الأساسي الحقيقة أو المهمة بالنسبة للمرأة، هتقدر أن هي تكون أم جيدة جدا، هتقدر تكون الحقيقة عاملة يعني ذات إنتاجية كبيرة في المجتمع، هتقدر تكون زوجة صالحة كمان. صحيح. لو بنتكلم بقى عن المرأة العاملة وجهود الدولة في توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، والحقيقة زي ما أنا شايفة أنه المجلس القومي للمرأة الحقيقة بينفذ العديد من المبادرات والفعاليات سواء منفردا أو بالتعاون مع منظمات دولية زي الاتحاد الأوروبي. مثلا هناك مشروع لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر على سبيل المثال، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. هناك أيضا مشروع لمعالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية بينفذه المجلس القومي للمرأة لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات اللي بتقوم بها المرأة. لو نتكلم عن هذا الإطار. طيب انا بيحضرني بقى الحقيقه يعني سياده الوزيره رانيا المشاط، الحقيقه لما كانت ماسكه وزاره السياحه كانت يمكن من المبادرات المهمه جدا اللي عملتها فكره اللي هو المساواه بين الجنسين في الرواتب في قطاع السياحه، وده كان الحقيقه مهم جدا لانه يمكن قطاع السياحه تحديدا كان بيشهد يعني فوارق كبيره جدا جدا ما بين الرجل والمراه في الرواتب، يعني هم ممكن على نفس الدرجه الوظيفيه ولكن الرجل يتقاضى ممكن يعني 40% اكتر من الست، او كان يوصل احيانا ل 60% كمان. فالحقيقه يعني السيده رانيا المشاط كان لها دور مهم جدا جدا في الجزئيه دي، وكانت عقدت اتفاقيه برضو كانت هامه. لو هنرجع للجزء الثاني اللي هو كان خاص بيئه العمل الامنه، دي برضو لانه انا يعني يحضرني برضو موقف انا شفته بنفسي، يعني احيانا لما بيبقى في وظيفه متقدم لها شاب وفتاه
رب العمل بيفضل الشاب عن الفتاة على أساس إن هي هتبقى زوجة وهتبقى أم وهتطلب أجازات وهيبقى ليها حقوق معينة بينص عليها القانون، هو عايز يتجنب كل ذلك ويتعامل مع شاب فقط. أيضا رئيس العمل أو المدير ممكن يتعسف معاها لو كانت أم أو كانت فترة الحملة طبعا فترات الحمل ففي تعسف يعني. فازاي ممكن نعالج يعني هذه الامور؟ الحقيقه يعني المشرع المصري بقى كان له دور مهم جدا جدا في الجزئيه دي، ويمكن ده القانون ده صدر اللي هو القانون الخاص بالعمل والتعديلات فيه خلال الدوره السابقه من البرلمان. الحقيقه ده كان مهم جدا جدا يعني، وانا بشكرك لانك يعني اشرتي للقانون ده تحديدا، لانه زي ما بتقولي كان بيبقى فيه تعسف، لانه في ظروف طبيعيه بتمر بيها المراه اللي هي مثلا خاصه بالحمله، خاصه بالرضاعه، بالولاده. رب العمل ما كانش بينظر لده، او هو من البدايه اصلا مش بياخد معيار الكفاءه، هو بيفضل هنا تمييز يعني على الجنس، على حسب الجنس، على حسب الجنس بالظبط، ودون مراعاه للقانون حتى ما كانش بيدعم المراه في فكره انه الظروف الطبيعيه اللي هي بتمر بيها دي هي محتاجه ان هي يعني تاخد وقت علشان تقدر ان هي حتى صحيا تكون قادره ان هي تنزل للعمل. قانون العمل الحقيقه يعني ناقش المشاريع، يعني كانت مشاريع قوانين مقدمه طبعا في البرلمان وتم الموافقه عليها، والحقيقه قوانين يعني بتدعم حقوق المراه في العمل، في ان هي تقدر تشتغل. ما كنا لسه بنتكلم انه يمكن عنصر الامان ده من اهم العناصر او القيم اللي المراه محتاجه ان هي تشعر بيها. ففكره ان هي تكون بتشتغل وحاسه بنوع من عدم الامان، حتى يعني لو هنيجي حتى للمرحله الثانيه ان هي خلاص اشتغلت لكن حاسه انه طب انا ممكن هتفكر ان هي ما تخلفش عشان ممكن هتسيب شغلها او هيحصل فيه مشكله في الشغل، لكن فكره انه يكون في دعم تشريعي ليها وعارفه انه حقوقها وواجباتها وعارفه انه هي ده يعني مش هيجي على حساب شغلها، فهي هتقدر تكون ام يعني جيده جدا، وهتقدر كمان تكون عامله كمان جيده جدا يعني. صحيح. هو طبعا زي ما حضرتك اشرتي في البدايه الاستراتيجيه الخاصه بالتنميه والمدرج فيها طبعا استراتيجيه تمكين المراه حقيقه بتنبع من يعني احساس القياده السياسيه ويعني ووعي القياده السياسيه بان المراه لها حقوق يجب ان تعود اليها هذه الحقوق. والحقيقه احنا من خلال المنابر الاعلاميه مش بنقول ابدا المساواه بين الجنسين على اساس انه الست زي الراجل، لا طبعا في فروق طبعا أكيد. طبيعيه وبيولوجيه بين الست والراجل، ولكن لو هنتكلم على نقطه الحقوق والمكتسبات والواجبات ايضا ليس هناك اي فروق على أكيد. مستوى المواطنة، حقوق المواطنة. في ختام هذا الحوار بشكر شكرا جزيلا ضيفتي الكريمة في الاستوديو الأستاذة هبة عبد العزيز مدير وحدة المرأة بمركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية. شكرا يا أستاذة هبة، نورتيني. شكرا لحضرتك يا أستاذة فاطمة. مشاهدينا شكرا لحضراتكم، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة، فإلى اللقاء.